تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. والنهاردة الطعم والمعنى مطبخ صيني. البيف تشاينيز مع بعض، مقاديره على الشاشة، لحمة على الطريقة الصينية، معانا شرايح من اللحم، دهون زيادة دهون قليلة ما بيفرقش معاهم الناس دول. الحاجة اللطيفة ان تكون حتة لحمة لطيفة وحلوة بالشكل ده كده. ومعانا طبعا المطبخ الصيني معروف بالبصل الأخضر وبالكابوتشا اللي هي شبه الكرنب بتاعنا، بس عشان برضو نخش في تفاصيل كده لأن الخضروات بتاعة المطبخ الصيني شوية بيبقى معروف شكلها، استخداماتهم للخيار، استخداماتهم للسبانخ، استخدامهم للكرنب، الحاجات الحلوة اللي أعتقد إن إحنا في المطبخ المصري يعني ما بنلتفتش لها أو ما بنديلهاش اهتمام، خلي بالكم. فده أساسي عندهم، دايما بيدخلوا الكرنب ويدخلوا السبانخ في الأكل بتاعهم، فدي أساس الأكلة بتاعت النهاردة. ده كرنباية، دي طبعا موجودة في أي ماركت كبير عشان برضو ما ندورش عليها كتير، مش هتلاقيها في أي محل بتاع خضار يعني. دي موجودة معانا، بناخد منها شوية كده حلو، ونخلي دي معانا نستخدمها، وبصل أخضر، ومعانا الفلفلة الحلوة الجميلة. هناخد الخضار الحلو ده كده يا عم الشيف، أول حاجة هنقطعه كده المطبخ الصيني. الخضرة زي البقدونس زي الكزبرة زي الشبت يعني مش كتير استخدامه، على فكرة استخدامهم للخضروات دي أكتر، سواء في اللحوم أو الفراخ أو الأطباق الرئيسية. أهو حلو أوي، خضار زي ده زي الفل. هنتعامل معاه ازاي؟ معانا الطاسة بتسخن على النار، هنتبل اللحمة بتاعتنا. عشان كده في المطبخ الصيني المزمبلاس أو التحضير عندهم أهم حاجة، خضار يبقى متقطع، اللحوم متقطعة ومتبلة جاهزة، الحاجات دي مهمة جدا على فكرة. آدي الخضار بتاعنا زي الفل، مكان تقطيع الخضار بنقطع اللحم شرايح، وبتتبل الشرايح دي بالثوم والجنزبيل والصويا صوص وزيت السمسم، وبتاخد نشا طبعا ده أساسي عشان تبقى كريسبي وقت التحمير. ادي حتة اللحمة الحلوة، تقطيعها بس زي ما انت حابة بقى، شرايح اللحم الحلوة دي كده برصها فوق بعضيها، ممكن توصي الجزار يقطعها لك او قولوا له مثلا قطعها لي زي الكبدة الاسكندراني عصافير. والبعض بيستخدم اللحم الشرايح دي قطع كبيرة زي ما انت عايزة، برصها فوق بعضها كده وننزل عليها يا عم الشيف بسكينة حاملة. زي الفل، هنشيل دي من هنا كمان. شوية تحضير مهمين جدا عشان نقف على النار بعد كده نشتغل. اللحم ده يتقطع ويتبل تتبيلة حلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الوسابي صوص والصويا صوص دول من اساسيات المطبخ الصيني. انا بشيل الحاجه اللي بتعمل حاجز بيني وبين الكاميرا. حبيبي اريك انا. شفت المخرج مبسوط مني ازاي؟ اديني مكافاه. اللحم يتقطع كده. بالشكل ده كده. الله. مش لازم كمية الدهون دي مش كتيرة يعني، خلي بالك اهو. نفس القصة. سكينتك تكون حامية. بصراحة أنا بفضل إنك تقطع اللحم في البيت، خاصة التقطيع اللي هي قبل ما تخش النار على طول، لأن اللحم هنا أنا مش هغسله، هو اتقطع شرايح زي الفل، حتة اللحمة زي الفل، فهنا هيخش النار على طول ونتعامل معاه. حلوه التقطيعه دي زي الفل. هتيجي تقولي لي يا شيف مغازي ممكن تطلع بقى متقطعه؟ انا حابب ان احنا نقطعها مع بعض علشان نشوف تفاصيلها بالشكل ده كده. هنبدا نتبل اللحم ده مع بعض ونروق الدنيا كده. ونظافتك في المطبخ اول باول، بمناديل المطبخ تكون دايما في ايدك، تقومي لما تخلصي المطبخ وتخلصي الوجبه بتاعتك والاكل بتاعك تقفي رايقه، تلاقي الدنيا رايقه معاكي كده، وتقعدي في وسط الولاد وتسمعي كلمه حلوه من البابا والماما. تعالوا مع بعض نتبل اللحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بحطها هنا
معلقة معجون الطماطم، شوية صويا صوص، الله، بحط توم طازة في الزبادي. بقى احنا مش بنعمل شاورما، خلي بالك. معلقة زيت سمسم، زيت السمسم قوي شوية غير الزيوت كلها، خلي بالك كده، تمام زي الفل. معانا شوية نشا، ملاحظين حاجة؟ مفيش ملح معايا في الكاونتر أو في الاستخدام خالص. عصرة ليمون، طالما حطيت صويا صوص. بتبل اللحم دلوقتي الصيني، تاني حطيت ايه يا عم الشيف؟ حطيت معلقة فلفل حلوة أو معجون طماطم، حطيت صويا صوص، حطيت نشا، حطيت توم، معانا جنزبيل طازة، ناخد حتة حلوة كده. على فكرة الجنزبيل ده ممكن يتفرم ناعم زيه زي التوم، وبعد كده يا عم الشيف يتخزن ويتستخدم على طول، وده أسهل على ما أعتقد. والجنزبيل دلوقتي في موسم الشتاء متوفر، يعني تقدر انك انت تجيبي كميه حلوه وسعره في متناول الجميع، تستخدميه في الشوربه، تستخدميه في الحلويات. جنزبيل مفيد جدا، من فوائده ومن اختصاصاته تنشيط الدوره الدمويه في اجزاء الجسم. مشروب الجنزبيل مشروب صحي خاصه في ايام الشتاء. علاقه الجنزبيل والقرفه علاقه قديمه الزمن، يعني من زمان قوي على فكره. جنزبيل وقرفة، ادي الجنزبيل اهوت في قلب اللحمة، الله كده، حتة اللحمة معايا جاهزة، ونقلبها كده. شفت الجو ده كده؟ جاهزة. يبقى عندي الخضار جاهز، حطهم جنب بعضيهم كده، واللحم جاهز، والنار شديدة، والطاسة بتاعتي شديدة، ويلا بينا يا عم معتز نقف انا وانت على النار. شفت بقى التحضير ده كده؟ اهو الطاسه اخبارها ايه؟ اهي، ونشيل الحاجه اللي عامله حاجز. الله اكبر. اخوانا في الصين بقى دايما بيتميزوا بصراحه، وانا عملت رحله للصين قبل كده، قعدت في كوانزو، قعدت تقريبا بالظبط والله العظيم 64 يوم. انا فاكر انا كنت رايح احضر اسبوع معرض كده للفنادق والحاجات اللي هي تخص السياحه، كنت يعني معزوم، فعجبني الجو، فقعدت 64 يوم من جمال الصين وكوانزو، والمصريين هناك عاملين شغل، وكل الدول العربيه وكل حاجه، فيتميزوا بالمشتريات بتاعتهم، الطاسات والاكسسوارات والحاجات الحلوه دي. حلو، فدي طبعا لو جت فرصه وحد مسافر فنجيبها. الطاسه بتبقى شكلها لطيف، متخصصه في الاكل الصيني، فاحنا معانا حاجه شبيهه ليها، بنحط معلقتين من الزيت بالشكل ده كده. حلو، وابدا اتعامل بقى. حته اللحمه عندي فيها التوابل، بنزل بقى هنا واقلبها. لغايه لما لونها يتغير شويه وهي بتستوي كده. اخواننا في الصين بيستخدموا الزبده، ممكن تستخدمي زبده زي ما انت عايزه، بس لازم تكون النار شديدة هنا، خلي بالك، يفضل طبعا. طبعا بحمرها، بتبقى كريسبي شوية، بنخليها كده على النار شديدة. معانا من الخضار هنا اللي احنا قطعناه من شوية، معانا بصل أخضر لطيف وجميل بنستخدمه. ده برضو بيبقى أساسي معانا. ميزة المطبخ الصيني متنوع الخضار، تشكيلة الخضار فيه بتبقى لطيفة وجميلة بشكلها وألوانها. معانا فلفلة حمراء، معانا برضو حاجة لطيفة هنا، خلي بالك، الفلفل الأخضر ده. ده اختياري بس طبعا لازم عنه يعني. معانا طبعا شوية سمسم، تعالوا نشوفوا مع بعض أخبار اللحمة إيه. الله، هو ده، هو ده، تاخد لون بالشكل ده كده. ننزل بالخضار بتاعنا. شفت الأكلة دي كده؟ ما تتخضيش، الخضار ده أول ما يشم المية السخنة دلوقتي هتلاقيه على طول إيه، كبه زي السبانخ كده. ننزل بشوية
ميه ونقلب كده. هتلاقي اللي ظاهر قدامك دلوقتي اللحمه على فكره. الخضار ده اول بصي هو ده اول ما بيتعرض للحراره، خضار خس، جرجير، سبانخ، كرنب. الله وصحي. يعني خرجنا من جو التسبيك وجو بقى الزبادي وتتبيله اللحمه بالخل والجو اللي احنا عارفينه ده كده. الفلفل ده يتحط عليه كمان، هو تغيير يعني، خلي بالك. ده مطلوب. اوعى تستخدمي ملح هنا، لا كمون ولا كزبره ولا ملح. نسيب اللحمه دي على النار. المطبخ الصيني ما بيستخدمش دايما الغطيان او ان هو يغطي الحله بتاعته. احنا هنخلينا نقلب كده مع بعض وناخد بعضنا ونطلع فاصل، لان عندنا شوربه الذره الحلوه وعندنا الفرايد رايز بالسبانخ، حاجه لطيفه وجميله. وانا سريع التقليب هنا، او ان انا مستمر في التقليب مع حته اللحمه الكندوز اللي قطعتها شرايح، تبلتها بالثوم والصويا صوص وزيت السمسم والنشا وكل ده مع بعض والجنزبيل. وهنا المطبخ الصيني سريع التنفيذ وسهل التحضير. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الصورة الجميلة، ما شاء الله، اللحم مع الخضار مع الشكل اللطيف الجميل. طبعا بيختلف يعني، هنا خرجنا من جو الشاورما بقى والحتة اللحمة الحلوة. أعتقد الخضار كتير زي ما قلت لحضراتكم في الآخر، برضه هنشوف خضار، مش هنشوف. أهو شفت الحلاوة دي زي الفل. استخدمنا هنا فيه شوية حليب جوز الهند، بنحطهم قليل من حليب جوز الهند. دي كلها إضافات لطيفة وجميلة بتدعم الأكلة. الله زي الفل. ونقلب برضو. استخدام حليب جوز الهند دايما في المطبخ الصيني عكس الزبادي، يعني احنا دايما نستخدم الزبادي. تلاحظ الصوص بقى لونه اتغير ازاي شويه. اهو بتلاقي بعض المطبخ الصيني او المطبخ الياباني او الماليزي او الاندونيسي، يعني المطابخ دي كلها سكه واحده ومدرسه واحده، لون الصوص بتاعنا بيكون احمر او ابيض. لو ابيض بياخد حليب جوز الهند، احمر بياخد فلفله حمراء او معجون طماطم. عجبني قوي اللون بتاع اللحم ده كده لطيف. تعالوا نغرفها مع بعض ونخلص، عشان عايز النار اعمل الفرايد رايز واعمل شوربه الذره الحلوه. ايه رايك في المكان الحلو ده؟ اللهم صل على النبي. يلا بينا، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده البيف التشاينيز بتاعنا. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. حلو، شويه سمسم حلوين كده. بعد المطابخ تحط عين جمل، تحط كاجو، ده اختياري برضو حسب الرغبه. شفت الصوره على الشاشه حلوه ازاي؟ اضافه السمسم عليها يعني اوميجا 3، يعني جمبري جامبو. ما هو الجمبري او الفسفور يعني اوميجا 3. احنا معانا سمسم اهوت على الوش، ولكن ده طبعا يفضل ما يتحمرش، يتحط بنفس الشكل ده كده.